اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف نموذج مميز داخل دوله الامارات، واليوم احنا داخل جراج النادل للدراجات الناريه ومعانا السيد عبد الحكيم عبد الله الشحي. اهلا بك سيد عبد الحكيم. اهلا يا استاذي، حياك يعطيك العافيه ومشكور على حسن استقبال فريقنا. هذا المكان مكانك طال عمرك، مشكور ما تقصر. سيد عبد الحكيم، خلينا نعرف السادة المشاهدين مين هو السيد عبد الحكيم وكيف كانت بداية حياته العملية داخل دولة الإمارات. إن شاء الله السادة، هي بداية حياتي إن كانت من سنة 2000 لغاية الحين 2021. بداية حياتي كلها من البداية اللي هي سكوترات، اللي هي سياق السكوترات. كنت شغال في الميكانيك في البيت، وأنا أحب حياتي اللي هي مهاراتي كلها بالميكانيك، وشغال يعني صار لي لين تقريبا 2007. من 2007 فتحت كذا محل هني في راس الخيمة، فتحت 4 بيبان، وبديت شوي شوي لين 2020 فتحت الورشة الكبيرة هذه، والله فرجني ورزقني يعني والحمد لله يعني، وفتحت الورشة هذه الكبيرة. أنا حياتي كلها أحب الصناعية، يعني أحب الميكانيك، الدراجات النارية والميكانيك والفعاليات والمشاركات، و احب اسوي بطولات، احب اشارك في بطولات، وشاركت بكذا بطوله والحمد لله يعني الله فرجني وجبت في المراكز الاولى، يعني جبت المركز الاول، ما في مره يعني شاركت وجبت المركز الثاني او الثالث، كل جبت المركز الاول. ما شاء الله، لكم التوفيق سيد عبد الحكيم. الله يخليك يا استاذ. خليني بقى ارجع معاك للسؤال الرئيسي بتاعنا، بما ان انت بقى عندك الاكسبيرينس الكامله وبتخبر الساده المشاهدين اللي انت ما شاء الله مبلش هذا المشروع من سنه 2000 لحد الحين، ولسه المشروع مكمل وبيكبر. واحنا كنا عملنا تقرير داخل برضو امارة راس الخيمة، وعرفنا ان جراج النادل للدرجات النارية ما شاء الله واخد سمعة كتير طيبة. اللهم لك الحمد والشكر. فده بيرجع لمجهودك الشخصي طبعا. الله يخليك يا استاذ. طيب خلينا نعرف السادة المشاهدين اكتر، جراج النادل للدرجات النارية بيقدم خدمات ايه؟ خدمات عندنا نحن موجودات عندنا جميع انواع خدمات الدراجات النارية، سواء دراجات البر او دراجات الشارع او دراجات البحرية، موجود عندنا نصلح جميع انواع الدراجات النارية. وعندي العمال ما شاء الله، عندي 8 عمال في الجراج وشغالين في الخبرة كلهم، مو بانه شيء معين، ولكن الخدمات اللي بتعملوها صيانة، ميكانيك، صبغ، صيانة عندنا، صبغ، صنكرة، برمجة، عندك السيرفز، الاستيكرات يعني تزيين، عندنا رسم كمان موجود عندنا، كل شيء موجود. طيب وانت لسه كنت بتكلمنا برضو عن الخبرات اللي معاكم في الجراج كعمال، يعني خبرات العمال عندي بالجراج، عندي 8 عمال، كل عامل عندي هو خبرته، يعني في عمال عندي خبرة الميكانيك، في عمال عندي خبرة مثلا دراجات الشارع، في عمال عندي خبرة دراجات البرية، في عمال عندي خبرة دراجات البحرية، فكل عامل عندي تخصصه شيء. اللهم لك الحمد والشكر، ما شاء الله يعني كلهم عارفين وكلهم شغالين فوق 14 سنة، يعني مش عامل توه يعني جديد على المجال، قديم. فالواحد انه كل ما كان قديم كل ما كان خبرته اكثر واكثر يعني. عرفنا منك ان انتوا بتدخلوا مسابقات، بتعملوا فعاليات، بتنظموا اشياء، خبر برضو السادة المشاهدين اكتر عنها، وما شاء الله شايفين في مراكز وانتوا بتحققوها. هذه المراكز طال عمرك يطول بعمرك، هاي شاركنا فيها اسبوع لطاف، كنا مشاركين يا شباب مال ام القوين، امارة ام القوين، كانوا مسوين تحدي في البر والتصعيد وبطولات وكذا، فحبوا ان نشارك معاهم، والحمد لله شاركنا معاهم جراج النادر. اللهم لك الحمد والشكر، جاب الاول والثاني والثالث، اللهم لك الحمد، وجبنا مثل ما انت شايف المراكز الاولى هذه، وان شاء الله للامام ان شاء الله نكون متطورين اكثر، بدل ان نوصل للمراكز مثل ما انت شايف نوصل الميداليات الاكبر الذهبيه والبرونزيه ان شاء الله، الله المستعان بفرجنا في هذا اليوم ان شاء الله، وفي تطورات اكثر ان شاء الله من غير هذا اليوم ان شاء الله.
وانت بما انك طبعا من عيلة كبيرة وعيلة محترمة زي عيلة الشحي، وانت قبل اللقاء حتى خبرتنا اللي انت عندك هدف من المشاركات دي، اللي انت عايز ترفع علم واسم بلدك للعالي. نعم صحيح. شوف استاذي، انا انسان قد ما سويت وقد ما خدمت في هذه البلاد احس انا بعد مقصر فيها، لان البلاد قد ما عطتني، قد ما وقفت معي مع اخوي مع امي مع ابوي، يعني قد ما اقدر احاول ادي الواجب لهذه البلاد. يعني شيوخنا البركه فيهم تاج على راسي الله. والنعم فيهم كلهم والجميع، والحمد لله دام البلاد هذه في امن وامان الواحد يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. طيب بتفكر في ايه بعد كده، او ايه خططك المستقبليه سيد عبد الحكيم؟ ان شاء الله خططنا المستقبليه مثل ما فتحت جراج النادر في سمعه طيبه في اماره راس الخيمه، ان شاء الله مستقبليا راح افتح في اماره ابو ظبي وكمان العين وفي دبي وفي الشارجة وعجمان وام القوين. ان شاء الله ان شاء الله تتوسع اكثر ان شاء الله باذن الله تعالى. خليني ارجع معاك لحاجه كويسه قوي انت حضرتك لسه قايلها لنا، ولا تخفى على احد ان كل هذا طبعا بيرجع بدعم ومجهودات شيوخنا الله يحفظهم، وطبعا دوله الامارات الدوله هذه الكريمه اللي بتكرم اي حد سواء مقيم سواء مواطن سواء اي حد فتح استثمار داخل هذا الدوله. انت دلوقتي كاحد المستثمرين في هذه الدوله المباركه، شو بيعني لك كل هذا؟ نعم شوف استاذي، انا لما اسوي هذه المحلات والجراجات بخصوص الدراجات الناريه تصريح وبيع وكذا، قليل في هذه المكان، او انه قليل في ورشه تحصل شاب مواطن يدار عمله بعمله وهو بنفسه ميكانيكي وشغال مع عماله، قليل تحصل في هذا مثل ما انت شايف. ولكن ان شاء الله في الامام قدام ان شاء الله يكون في تطورات اكثر واكثر ان شاء الله، والدوله ما شاء الله بتدعمنا كاستثمار. اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله الدوله ما مقصره معانا بكل الحاجات، الحمد لله موفرات لنا وكل شيء يعني الحمد لله، وان شاء الله يعني بالمستقبلين اكثر نتطور اكثر واكثر ان شاء الله، ويتوقفوا معانا ونكون مستوانا على ان شاء الله. وطبعا البركه بشيوخنا مثل ما انت شايف، ابونا زايد الله يرحمه الله يرحمه الجنه، وعندنا الشيخ خليفه الله يطول بعمره، والشيخ محمد براشد الله يطول بعمره، وشيوخنا الكرام كلهم ونعم فيهم الله يحفظهم ان شاء الله ويطول بعمارهم ان شاء الله. الله يحفظ كل شيوخ دام انا اماراتي ودي البلاد، احب ان ارفع راسي طالع منك. الله يحفظ شيوخ دولة الإمارات جميعاً ويرحم مؤسس الدولة الشيخ زايد، وهو اللي زرع فينا كلنا هذه البذرة المثمرة اللي زي السيد عبد الحكيم. الله يخليك. في نهاية هذا اللقاء الطيب سيد عبد الحكيم، عايز برضو أخذ منك كلمة أو رسالة شكر لأي شخص كان داعم ليك طول فترة حياتك المهنية. الله يخليك يا استاذي، كلمة أبونا الشيخ محمد بن زايد مثل ما قال، البيت متوحد نحن تحت سقف واحد، لازم أنا أشلك وأنت تشلني، هذه الحياة الدنيا. بس أنا أشكر رب العالمين وتبا شيوخنا الكرام والنعم فيهم جميعا، وأشكر والدتي اللي دعواتها لي، اللهم لك الحمد ولك الشكر. طيب أنت برضو كأحد أفراد هذه الدولة وكشاب وكبتدخل سباقات وكمواطن، عايزين برضو منك كلمة أو نصيحة للشباب اللي بتدخل السباقات مش عايزين يبقى عندهم مجسمة، تحب تقول لهم إيه؟ الله يخليك السادة، أنا أنصح كل شاب بيمارس الدراجات النارية سواء الشارع أو سواء البر أو سواء البحرية يكون إنه عنده لبس سيفتي. السيفتي ضروري ضروري، السيفتي من الهلمت من النظارة من السيف الجوتي الحذاء كل شيء، أنا أنصحه إنه يلبس السيفتي ضروري 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 لسلامته ولسلامة الجميع.
لكم التوفيق سيد عبد الحكيم. في نهاية هذا اللقاء الطيب انا بتشكرك جدا على هذه المعلومات السريه اللي انت نورت بيها برنامجك. الله يخليك استاذي، هذا المكان مكانك والدار دارك طال عمرك. ربنا يخليك، مشكور سيد عبد الحكيم، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اعزائي المشاهدين، كنا اليوم داخل جراج النادي للدراجات الناريه مع السيد عبد الحكيم عبد الله الشحي، وهو من الكفاءات الموجوده داخل دوله الامارات. والى اللقاء اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم رواد النجاح، دمتم في امان الله.